Nous allons, nous voyageons, nous allons de l'avant, toujours grâce au CRT soutenu par le Conseil communal d'Agadir et du Conseil régional Sousse-Massa, après Tefraout et Tsaroudent. Ladies and gentlemen, je vous invite à me suivre vers le Shtouka Aitzbaha avec l'implication de Si Ahmed Ousseid, président du Conseil provincial du tourisme de Shtouka Aitzbaha. Yatafaddal Mashkoura. شكراً شكراً سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا شرف عظيم باش نشاركوا في هاد باش نكونوا شركاء في هاد المؤتمر هذا القيم اللي هو كيدل على بادرة حسنة وبداية إن شاء الله بعد هاد الجائحة هذه اللي غتكون سعيدة إن شاء الله على القطاع السياحي سواء في الجهة أو على المكة ديالنا قطيبة. بدورنا في شتوكا أيتباها غادي نعرفوا شتوكا أيتباها إقليم فاتي اللي هو كان كيفقد بزاف د الحوايج في البنية التحتية في الماء الشارب في الكهرباء، ودابا إن شاء الله دابا الحمد لله في 2020 الكهرباء في إقليم شتوكا أيتباها 100%، الطرقات تقريبا 70 أو 80%، الماء السالح للشرب في 2023 غادي يكون يفوت 90% إن شاء الله، والقطاع السياحي بدوره كان الأمل كبير على هذا المجلس هذا باش يشهر ويعرف ويخلق علاقات مع المحيط ديال الإقليم على أساس النهوض والتعريف بهذا الإقليم هذا واللي كيزخر به ديال من السياحة الثقافية والجبلية والتراثية والدينية. والحمد لله قدرنا نخطي واحد الخطوة اللي هي مهمة من 2008 حتى 2020، و2020 كان هذه الجائحة هذه اللي أثرت على السياحة في بلادنا وفي العالم، ونطلب من الله تعالى باش يبعد اسميته هذا وتكون هذا المؤتمر بداية لهذه المتمنيات تبارك الله اللي مجموعة هنا سواء في الممولين ديال القطاع السياحي والناس اللي كيتمنوا الخير مستقبلا اللي هما وكالة الأسفار والمرشدين السياحيين ومن جميع اسميتي ديالهم وكل ما يتعلق بالسياحة. ومن هنا بدورنا غادي نشكروا السي أزنفار اللي هو مهني محنك في هذا الميدان، هذا السي رشيد دهماز اللي هو مهني محنك في هذا الميدان السياحي، وإن شاء الله تبشرنا بخير النهار جل هذا الإقليم هذا. وكانتنا علاقة مع المجلس الإقليمي للسياحة اللي هو كان أعتبره قاطرة للتعريف والتنمية والتشهير بالسياحة على مستوى الجهة وخاصة شتوكا أيتباها. شركة التنمية السياحية الجهوية على رأس السي زنفار اللي أعطى دليل على مجموعة ديال المشاريع في المنطقة القروية في الجبال أو في المناطق القروية اللي كيدخل في إيكيدار والقصبات، ومونو مشاريع مشكورين في الإقليم اللي هو غادي يكون واحد قاطرة السياحة الجبلية، وعلى رأسهم هاد إيكيدار هادو اللي إقليم شتوكا أيتباها كيزخر بهم ما يزيد على 46 ديال إيكيدار اللي هما موجودين في الإقليم، ونزيدوا على المنتزه الوطني هو كيتعتبر من أكبر المنتزهات في شمال أفريقيا اللي كيزخر بالحيوانات النادرة، وكما قلنا كان كيفقد البنية التحتية من طرقات وكذا، وشركة التنمية السياحية الجهوية دخلت مشكورة وحلوا واحد المشكل كبير، وإن شاء الله نتمنوا خير مستقبلا. وهذا المجلس الإقليمي للسياحة ديال شتوكا أيتباها ربما الناس ديال الإقليم سواء المهنيين أو المنتخبين أو حتى السلطات الإقليمية كانت علقت واحد الأمل كبير وما فيه باس نعرفوا به، وكيتكون من 47 شخص، 25 من الحرفيين و22 من المنتخبين من الجماعات المحلية، وكان واحد دعم كبير من السلطات الإقليمية على رأسهم السيد العامل اللي هو بغى ينهض بهذا القطاع هذا اللي كيتعتبر غادي يكون هو واحد القاطرة ديال المشاريع مضرة للدخل بالنسبة للمنطقة الجبلية، لأن الجغرافيا ديال الجبال ما كتساعدش ولكن كتزخرب بالمواقع السياحية اللي هي غادي تكون واحد القاطرة ديال التنمية في المناطق الجبلية. ونتمنوا خير ونتمنوا التوفيق مستقبلا لهذا المؤتمر هذا، وتنشكر الجميع على رأسهم مجلس الجهوي للسياحة مشكورا اللي جمع هاد الناس هاد، وشكرا للجميع. برافو برافو شتوكا أيتباها.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.